بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس SPSS 23. درسنا اليوم مع Analyze Descriptive Statistics، الإحصاء الوصفي. الإحصاءات الوصفية تحليل مهم جدا جدا، وهو لازم قبل إجراء أي تحليل إحصائي مثل التحليل تاء كاي أنوفا كورليشن ريجريشن انحدار ارتباط، أي تحليل إحصائي لازم له قبل إجراءه إحصاءات وصفية. ما هي الإحصاءات الوصفية أصلا؟ دعونا نلقي الضوء سريعا على تعريف الإحصاء الوصفي. الإحصاء الوصفي Descriptive Statistic يمثل الطرق الرقمية والحسابية لجمع المعلومات والبيانات لتلخيصها أو اختصارها وعرضها في الصور المناسبة كرسومات بيانية أو جداول أو مؤشرات إحصائية، وذلك من خلال العينة أو المجتمع. اما بالنسبه زي بالظبط مقاييس النزعه المركزيه ومقاييس التشتت، تعتبر من الاحصاءات الوصفيه اللي هنحسبها دلوقتي. اما الاحصاء الاستدلالي فهي معنيه بتحليل البيانات على اساس العينه كاساس لتحليل ووصف بيانات المجتمع من خلال اساليب التقدير والتنبؤ واختبارات الفروض التي لا غنى للباحث عنها. هنتعلم ان شاء الله في الدروس القادمه ازاي نحط فرض صفري، فرض بديل، ازاي نختبر الفروض، ازاي نطلع نتيجة اختبار الفروض، نقبل الفرض الصفري ولا نرفضه، وايه تفسير القبول او الرفض، زي ما هنشوف ان شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة. اما الان احنا هنتعلم بعض الاحصاءات الوصفية السريعة. طبعا انشأنا ملف SPSS صغير جدا عشان لو حد حابب يطبق معايا. نفتح الفاريبل فيو ونقوم بادخال ثلاث متغيرات: متغير سموكينج التدخين، education التعليم، والفريكوانسي التكرارات، والنوع كله نيوميريك. طيب الفاليوز، الفاليوز متغير التدخين القيمة 1 سموك والقيمة 2 نوت سموك، ثم نضغط اوكي. والمتغير الاديوكيشن الليتريت يعني امي، بريبارتيف يعني متوسط او اعدادي، يونيفرسال يعني جامعي، ثم اوكي. والمتغير الثالث فريكوانسي ما نحطلوش اي قيم لانه هو رقمي، هنحط فيه الاعداد. بعدين ننتقل لخانه الداتا فيو، صفحه الداتا فيو، ونقوم بادخال هذه الارقام 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 وهذه الارقام 13 7 6 10 9 5 مجموعهم 50. ايه معنى الكلام ده؟ معناه لو ضغطنا على ليبل هنشوف انه معناه عدد المدخنين الاميين 13، عدد المدخنين المتوسطين 7، عدد المدخنين الجامعيين 6، عدد غير المدخنين الأميين 10، وغير المدخنين المتوسطين 9، وغير المدخنين الجامعيين 5. الآن قبل إجراء عملية الفريكوانسي أو الديسكريبتيف ستاتستكس لازم أقوم بإجراء عملية الوزن اللي علمتها لكم من داتا، من داتا ويت كيسز خدناها في الدروس السابقة. نقول weight cases by frequency، يعني الفريكوانسي هي الأعداد بتاعت السموكينج والإديوكيشن، ثم أوكي. تم وزن الحالات. أبدأ دلوقتي أحسب خلاص الأعداد دي أصبحت هي نفسها بتاعت السموكينج والإديوكيشن، بقى تم وزن الحالات اللي في السموكينج والإديوكيشن بأعداد الفريكوانسي اللي هنا. الآن من analysis analyze Descriptive Statistics ثم Frequency، يتفتح لي نافذة بالمنظر نافذة التكرارات. Frequency يعني التكرارات. دلوقتي أنا هبدأ أنقل متغير Smoking ومتغير Education، أنقلهم إلى Variables عشان أبدأ أجلب لهم بعض الإحصاءات الوصفية. بالضغط على Statistics أختار مقاييس النزعة المركزية إذا كنت عايزاهم، ومقاييس التشتت اللي انا عايزاه، اللي مطلوب مني اختاره او اللي انا محتاجاه في تحليلي اختاره. نفترض اني عايزه كل حاجه، اوكي اعلم الوسط، الوسيط، المنوال، المجموع، الربيع الاول والثاني والثالث والرابع، لو انا عايزه هنا الكات بوينتس، لو انا عايزه هنا المئانيات اللي انا عايزاه. لو مش عايزه خلاص اختار الربعيات فقط. هنا في الديسبريشن اختار الانحراف المعياري، التباين، رينج المدى، مينيمم، ماكسيمم، الخطأ المعياري في الوسط، والالتواء والتفرتح، ثم موافق. والشارتس الرسومات البيانية، شارت تايب إما نان يعني مفيش رسم، أو بار شارت بالأعمدة، أو باي شارت بالدوائر المقسمة للقطاعات، أو بالهيستوجرام المدرج التكراري، شو نورمال كيرف
أظهر على المدرج التكراري الرسمة بتاعت التوزيع الطبيعي، وليكن نختار هذه الرسمة ونقول أوكي، ثم بعد كده أوكي نشوف النتائج بتاعتنا. يطلع لي بصفحة الأوتبوت أدي الفريكوانسي، طلع لي الجدول الأولاني عبارة عن الإحصاءات الوصفية للسموكينج والإديوكيشن، المين الوسط، خطأ في المين، الوسيط، المود، ستاندرد ديفيشن، التباين، الالتواء، الخطأ في الالتواء، التفرتح، الخطأ في التفرتح، الرينج، المدى، المينيمم ماكسيمم، السم، والربيعيات، الربيع الأول 25، الربيع الثاني 50، والربيع الثالث 75. نفس الحاجات اللي كنا سبحان الله العظيم شوفوا الحاجات دي اللي طلع في جدول صغير، شوفوا في الإحصاء في المحاضرات، شوفوا كنا بندرسها في قد إيه. شوفوا آدي مقاييس النزعة المركزية، آدي مقاييس النزعة المركزية كنا بندرسها في خطوات وقوانين عشان نطلع الوسط، عشان نطلع الهندسي، ونطلع الوسيط، وعشان نطلع المنوال، كل ده كنا بنطلعه. وبعد كده المقاييس التشتت الديسبيرشن، كنا عشان نطلع مقاييس التشتت زي ما انتم شايفين المدى، ادي القانون بتاعه، احسب المدى بقانون الانحراف الربيعي اللي هو الربيع الاول والثاني والثالث، كنا بنطلع نشوف الصفحات قد ايه عشان طبعا الانحراف المعياري، ادي التباين اللي هو الستاندرد ديفيشن، ادي التباين والانحراف المعياري، كنا بناخد كل الخطوات دي عشان نطلعها. الاس بي اس اس بيطلعها لي في جدول صغير بمجرد الضغط على الزرار. فجدا العمليات الاحصائيه سهله جدا طبعا ببرامج التحليل الاكسل او غيرها. بعد كده يتبع لي الفريكوانسي تيبل الجداول التكرارات، نقرا مع بعض. جدول السموكينج طلع لي ان العدد المدخنين 26 نسبه 52% والنسبه التجميعيه 52%، نوت سموكينج 24 بنسبه 48% والنسبه التجميعيه 100. النسبه التجميعيه دي بتيجي منين يا جماعه؟ الجمع، يعني هنا 52 زائد 48 100. نشوف هنا برضو الاميين 23، المتوسطين 16، الجامعيين 11، نسبتهم المئويه 46%، 32%، 22%. طب ايه الفاليد بيرسنت دي؟ الفاليد بيرسنت لاحظوا نفسها عشان ما فيش ميسنج، لكن لو كان في ميسنج الفاليد بيرسنت بتبقى النسبه المصححه بناء على انه يحذف الميسنج. والكوميوليتيف بيرسنت اللي هي النسبه التجميعيه، يعني 46 يجمعها على 32 تبقى 78، يجمعها على 22 تبقى 100%. ده بالنسبه لقراءه الجدول الفريكوانسي التكرارات. طيب بالنسبه للرسم، الرسم قصدنا الهيستوجرام المدرج التكراري وعليه النورمال كيرف، ادي الرسمه بتاعتي وبيكون مكتوب جنبها قيمه المين المتوسط، قيمه الستاندرد ديفيجن الانحراف المعياري وعددهم ان، وهنا الاكس اكسس education والفريكوانسي على الواي اكسس. ده بالنسبه للفريكوانسي. طيب لو انا عايزه اكمل معايا، يعني اطلع مثلا من الانالايز برضو الديسكريبتيف ستاتستكس، مش فريكوانسي بقى، لا اضغط ديسكريبتيفز، نضغط عليها ونشوف. هيطلع لي نافذه زي كده، اختار مثلا ليكن متغير سموكينج التدخين. في عندي بس ثلاث خيارات من الاوبشنز، نفس الكلام اختار الحاجات اللي انا عايزاها. لو انا عايزه المين، عايزه السم، عايزه الفاريانس التباين، المدى، خطا في المين، عندي التفرتح، الالتواء، اختار هنا الديسبلاي اوردر بعرضه ازاي بناء على الفاريبل، ولا الالف بيت ابجدي، ولا تصاعدي، ولا تنازلي، واقول اوكي واقول اوكي. لاحظوا معايا هيطلع لي نفس الجدول بس بدل ما كان الجدول هنا عمودي راسي بقى طلع لي الجدول ايه؟ افقي بالمنظر ده. ادي متغير السموكينج، الرينج بتاعه المدى بتاعه واحد، مينيمم اقل قيمه فيه واحد، واعلى قيمه فيه اتنين لان هو يدخن ولا يدخن، ما فيش غير واحد واتنين. السم 74، الستاتستكس 1.48، ستاندرد ايرور في المين، الانحراف المعياري، التباين، الالتواء والخطا في الالتواء، والتفرتح والخطا في التفرتح. كده بالنسبه للاحصاءات الوصفيه. لو انا عايزه مثلا اغير الرسمه اختار من الفريكوانسي واقول مثلا سموكينج بس، واختار شارت، واختار الباي شارت الدائره المقسمه للقطاعات. لو مش عايزه اعرض الفريكوانسي تيبل اشيل الصح من هنا واقول اوكي. لاحظوا معايا اهو ظهر لي ايه؟ ما ظهرليش الفريكوانسي تيبل، لاحظتم؟ شوفوا الفريكوانسي تيبل اللي هو ده يا جماعه، ده هو سموكينج 26 24، لما شلت الصح خلاص ما ظهرش الجدول ده، ظهر الجدول ده بس
وظهر الرسمة. طيب والرسمة هنا ايه بقى؟ اه الرسمة هنا سموكينج. على فكرة لو الرسمة مش عجباني اقدر اغيرها، بمجرد اني اضغط دبل كليك على رسمة يتفتح لي تعديل الرسم بالكامل زي الاكسل، وخيارات تلوين وتغيير خط وتغيير الشكل يعني بمنتهى السهولة. يعني لو ضغطت كده، لاحظوا معايا، ضغطت كده، اضغط كده، احط الرقم بتاعي، اضغط على الرقم اللي ظهر اللي هو العدد، اضغط على الفونت بتاعي، اقدر اكبره لعدد صغير اخليه 26، اضغط اغلق، تم تغيير الرسمه. شفتم ازاي؟ طب لو انا عايزه ابعد اخلي الدائره منفصله، اضغط كده بس انفصلت الرسمه، وهكذا. فاقدر اغير الرسمه زي ما انا عايزه، زي الاكسل، اغير الوان، اغير مسافات، ازيد كلام، اوضح توضيحات، اقدر زي الاكسل بالظبط، ويمكن امكانياته اعلى كمان. ده بالنسبه للتكرارات والنسب المئويه والرسم البياني من خلال الانالايز، ديسكريبتيف ستاتستكس، فريكوانسي، وديسكريبتيف. وزي ما اتعلمنا يا جماعه، لو انا عايزه انسخ الكلام ده كله للوورد، ما عليا الا اني اظلل واقول كليك يمين نسخ، او لما ظللت كده كنترول سي، لاحظتوا معايا؟ عملت كنترول سي قال لي تم النسخ. ما علي الا اني افتح صفحة وورد جديدة، وانا عملت كنترول سي اعمل كنترول في، يتم نسخ جميع النتائج الى الوورد. دي طريقة. الطريقة التانية اللي علمتها لكم من فايل، اكسبورت اللي هو تصدير، اكسبورت الاوتبوت الى ملف فايل، يطلعها لي في ملف فايل. يبقى ايه؟ اقدر انا احطه ب اني انسخ عادي، نسخ ولصق اهو. انا مثلا اهو كنترول في، لاحظوا معايا تم اللصق بالكامل. لو عملت عرض صفحتين، صفحات متعدده، ادي اللصق تم بالكامل. طبعا في جداول بتكون انا مش عايزاها احذفها، والجداول انا اللي عايزاها بس اخليها، وادي الرسم اقدر اصغره، واقدر اتحكم في الملف بتاعي الوورد عادي جدا. طيب في ناس بيقولوا الجدول اللي بالعرض ده انا ما بيجي الصفحه مثلا، لو تخطيط الصفحه عندي، في ناس بتكون عندها مشكله قويه في نقل المخرجات بتاعت الاس بي اس اس الى الوورد، بيجي كده الجدول ناقص. هعلمكم حاجه جميله جدا جدا، لما الجدول يجي كده عرضي طويل ومش قادره ادخله في الصفحه، بس ابدا تقف على الجدول، على العلامه دي، كليك يمين، تقول احتواء تلقائي. لاحظوا معايا هيتم ايه؟ شفتوا ازاي؟ شفتوا؟ بقت الصفحة احتوت تلقائي للجدول اللي كان طالع بره، وبقى محتوي تلقائي في الجدول. كده انا اتعلمنا النهارده ازاي نعمل احصاءات وصفية، وتعلمنا ازاي ننقلها للوورد وننسخها وننسق الجداول بتاعتها. ان شاء الله غدا نلتقي في درس مهم جدا، وهو درس اكسبلور وما يتم من خلاله. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.